دخلت والله شفنا الموت بعيننا. بوجوه شاحبة وأجساد أنهكها التعب، وصل مئات آلاف الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة بعد رحلة نزوح امتدت لأربعة عشر كيلومتراً على طول شارع صلاح الدين. الموت كان يتربصهم من كل جانب وسط دوي القصف والصواريخ القاتلة. أولاد لبنى مليل ولا نهار، البنت الصغيرة كل شوية بدها تنام تطلع تصحى وتعيط لي، أقعد أهدي فيها ولا أهدي الكبار أهدي مين فيهم مش عارف، هذه مش حياة. النازحون وصفوا الحياة في جنوب غزة بغير الآدمية، لكنهم اضطروا للهرب من جحيم الشمال وترك بيوتهم حفاظاً على حياة أطفالهم. طلعنا من التوام أولاً، بعدين قعدنا في نص غزة، وبعدين جينا وطلعنا هنا على الجنوب، بس في كل المراحل شفنا الموت والخوف والرعب. النازحون قالوا أيضاً إنهم لا يجدون أبسط احتياجات المعيشة بسبب انهيار البنية التحتية وانتشار الأمراض مع عدم توفر ملاجئ آمنة. أما آخر الإحصائيات فأشارت إلى نزوح حوالي 260 ألف فلسطيني حتى الآن إلى الجنوب. لن نرحل وسنبقى في أرضنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.